مرحبا يا رفاق، وصلت البيتزا. هل تعرفون ما يعني ذلك؟ تعرفوا على جيس، الفتاة الجليدية التي لديها قوة قادرة على بعث القشعريرة في عمودكم الفقري. وهنا نقيضها الآخر، ميغان، الفتاة النارية، حارة وملتهبة كالنار نفسها. بغض النظر عن هذا المزيج الرائع بين القوى الساخنة والباردة، فإن هذه الحلقة مليئة بمواقف مضحكة ومدهشة بشكل مذهل. فقط خذا البيتزا، ترقبوا تحدي النار ضد الجليد. ما هذا؟ أوه، إنها فقط فتاتنا النارية تلعب بقواها. هل هذه حلوة؟ هل لي أن آخذ واحدة فقط؟ حسناً، تفضلي. شكراً. ما لا تعرف الفتاة الجليدية أنه إذا كانت تلك الحلوى في حوزة الفتاة النارية فهذا لا يصلح لها. هل تعرفون لماذا؟ لهذا السبب، هذه الحلوى جعلت فمها يحترق. تحول الماء إلى جليد، مما يجعل من المستحيل شربه. بالنسبة لهاتان الفتاتان، المشاركة لا تعني دائماً الاهتمام. الفتاة النارية تأخذ حماماً بخارياً، بينما الفتاة الجليدية تتأكد من أن المنشفة منتعشة كفاية. لنرى كيف سيعجبها هذا. ها؟ لماذا المنشفة مجمدة تماماً؟ حسناً، ليس لديك خيار آخر أيتها الفتاة النارية. على الأقل إنه يغطي جسدي. علي أن أجد بعض الملابس. غير معقول، لقد جمدت كل ملابسي أيضاً. ستدفع جيس ثمن هذا. الفتيات يستعدن للتمرين، والفتاة النارية لديها شيء خاص لإضفاء بعض الإثارة لصديقتها الجليدية. سأنتظرك في الصالة هناك. سأكون هناك خلال ثواني. سأرتدي حذائي الرياضي. فتاة مسكينة ليس لديها أدنى فكرة. حتى الآن لا مشكلة. تستعد الفتيات لبعض تمارين القفز بالحبل، تماماً مثل كل شيء يفعلانه. يتحول الأمر فجأة إلى منافسة. الفتاة النارية تشعر بالحر بالفعل، بينما الفتاة الباردة لا تتسبب عرقاً. حسناً، ليس بعد. بشكل أسرع يا فتيات. هل تعبت أيتها الفتاة النارية؟ ما الأمر؟ يجب أن تكون قدميها مشتعلة الآن. من المؤكد أنه يبدو كذلك. من أين يأتي هذا الدخان؟ من حذائك أيتها السخيفة. العيش مع شخص ما يعني أن درجة حرارة الغرفة يجب أن تكون مناسبة للجميع، وهو أمر مستحيل بالنسبة للفتاة الساخنة النارية والجليدية. تفضل الفتاة الجليدية درجة حرارة باردة، وهذا أمر مستحيل بالنسبة للفتاة المثيرة. أفضل بكثير. إنها أشبه بالساونا هنا. أوه لا، الفتاة الجليدية ذابت بالكامل، لم يبق منها سوى ملابسها وقليل من الماء. حسناً، اهدئي، سأقوم بإصلاح الأمر حالاً. دعيني فقط ألملمك أنت وأغراضك. أنت حقاً بحاجة إلى الهدوء. أنت عبقرية أيتها الفتاة النارية. كل ما تحتاجه الفتاة الجليدية هو التبريد في الثلاجة. بعد فترة، الفتاة الجليدية ها قد عادت إلى شكلها. أعتقد أنني سأبقى هنا قليلاً. من الصعب جداً على الفتاة اختيار ما ترتديه، ولكن عندما تجد ما تلبسه فإنها لا ترغب بمشاركته. اتركيه. لا، اتركيه أنت. حسناً، يبدو أن هذا القميص لم يكن قادراً على التعامل مع هذا الصراع بين الحرارة والبرودة. أتعلمين؟ إنه لك. لا، يمكنك الاحتفاظ بها. الفتاة النارية تستمتع بسلام بوجبتها الخفيفة دون مشاركة لقمة واحدة مع الفتاة الجليدية. بخيلة. الفتاة الساخنة ستريد بعضاً أيضاً. إذن لتحظي بالقليل. أريد القليل من الشيبس كما هو مخطط له. هل أعجبك هذا الآن؟ هذا ما تحصلين عليه من عدم المشاركة أيتها الفتاة النارية. ماذا حدث ليدك أيتها الفتاة الجليدية؟ أوه، إنه مجرد يد مزيفة مصنوعة من الجليد.
لكن هذا ليس ما ستفكر فيه ميغان. دعيني أدخل، أنا أتجمد هنا. ميغان، لا أستطيع أن أشعر بيدي على الإطلاق. خذي قفاز سيليكون واملئيه بالماء. قومي بتثبيته بإحكام بشريط مطاطي وقومي بتجميده. قومي بإزالة القفاز وها هو جاهز، كف مصنوع من الجليد. سيؤدي هذا بالتأكيد إلى إخافة أصدقائكم. ميغان، إنها مجرد مزحة. جيس، انظري لهذا. لست مهتمة. قد تختلف أذواق الفتاة النارية والجليدية من جميع النواحي، لكن الجميع يحب الآيس كريم. خذي هذا يا ميغان. كيف تجرؤين؟ لكنها تجرأت وستدفع ثمن هذا. الحرارة ترتفع بالفعل. خذي هذا. يا لها من فوضى. يحصل الشخص أحياناً على ضعف ما يستحقه. الفتاة النارية تستمتع بكتابها في سلام، بينما الفتاة الجليدية مستعدة لإفساد كل شيء. أخيراً أستطيع تجميد هاتفها الآن. الآن سأتصل بها بسرعة. شخص ما يتصل. مهلاً، ما هذا؟ لماذا هاتفي داخل كتلة من الجليد؟ كيف سأجيب الآن؟ فتاة مسكينة، قد تفوتها الكثير من المكالمات بهذا الشكل. تستخدم الفتاة الجليدية الكمبيوتر لكتابة فروضها، لكن الفتاة النارية لديها أفكار أفضل حول كيفية استخدامه. الآن شطيرتها تحتاج إلى بعض التسخين. هذا سيكون جيداً. من يحتاج إلى فرن عندما يكون لديكم قوة كهذه؟ ممتاز. لا أعتقد أن الفتاة الجليدية ستكون سعيدة برؤية هذا. يا لها من فوضى. يا إلهي، إنه لزج جداً وحار. بالتأكيد. ميغان، هذا الحذاء مثالي لموعد الليلة. لا أطيق الانتظار. الفتاة الجليدية مختبئة تحت السرير، إنها لا تنوي خيراً. ممتاز، لم يتبقى سوى ارتداء الحذاء وثم الذهاب إلى الموعد، وهذا بالضبط ما كانت تنتظره الفتاة الجليدية. ماذا حدث للتو؟ جيس، أعتقد أن الموعد سيتم تأجيله لفترة أطول قليلاً. الفتيات يقمن بالمكياج الروتيني، لكن الفتاة الجليدية على وشك عمل مقلب في هذا الروتين اليومي. هاي ميغان، هل تحتاجين لمرطب شفاه؟ هذا لطف منك. التصقت شفة الفتاة النارية بمرطب شفاه على الفور. خذي مرطب شفاه وقومي بإزالة جزء الفازلين. صبي الجيلاتين في غطاء المرهم وبرديه. إنه أمر سهل عندما تكونين أنثى ملكة الجليد. الآن قومي بإزالة الجيلاتين وضعيه في المكان الذي من المفترض أن يكون فيه الفازلين. وها قد انتهينا. أوقعت بك. هل اعتقدت حقا أنني سأدعك تستخدمين مرطب الشفاه؟ الفتاة النارية على وشك كسر بعض جوز الهند من أجل الحصول على العصير، لكن يبدو أن القوة والأدوات ليست كافية لذلك. فقط دع الفتاة الجليدية تتعامل مع ذلك. ياهيا! تفضلي. كان الأمر بهذا السهولة؟ لكن أين العصير؟ حسناً أعزائنا المتابعين، كان ذلك ممتعاً أليس كذلك؟ لا تنسوا الإعجاب بالفيديو والاشتراك بالقناة من أجل أن يصلكم كل ما هو جديد. ترقبوا القادم ونراكم قريباً.